بيكم، معاكم رانيا سلطان، ودي حكايات من الولايات. ناس كتير من السياسيين والناس في الكونجرس متضايقين جدا من الاي ار اس اللي هي هيئه الضرائب الامريكيه، بيقولوا ان ازاي على الاقل في 8 مليون اسره امريكيه ما وصل لهاش التاكس كريدت بتاعه الاطفال، عوائد الضرائب بتاعه الاطفال، ده غير ناس كتير مش عارف شركات التحفيز لغايه دلوقتي في ناس لسه ما وصلت لهمش، ناس كتير المفروض الموضوع عوائد الضرائب والحسابات بتاعتها، اعاده الحسابات بتاعتها علشان شركات التحفيز الثالثه والثانيه والاولى كانت غلط في الحسابات لغايه دلوقتي لسه ما وصلت. الناس متضايقين جدا من الاي ار اس وبيقولوا ان السيستم بتاعهم سيء. كمان الاي ار اس كل شويه يطلعوا لنا ببرنامج جديد على الايباد على البورتال بتاعهم او تنزله على التليفون بتاعك علشان تحدث البيانات بتاعتك عشان تدخل مش عارفه ايه. الناس بتدخل بيقول لك ما بتحد مش لاقيين البرامج دي مش بتشتغل، بتقول لنا ان هي هتنزل كمان اسبوعين، نستنى اسبوعين ما بتنزلش. ناس حدثت البيانات بدل مره 20 مره وما فيش حاجه اتعملت، ما فيش حاجه اتغيرت. ففي مشاكل كبيره جدا، والسياسيين وخصوصا الكونجرس متضايقين من الاي ار اس. بس في نفس الوقت لما بايدن حاول ان هو يدي فلوس كتير للاي ار اس عشان ينعش الـ يعني الشغل بتاعهم ويعينوا ناس اكتر ويزودوا التكنولوجي بتاعتهم، الجمهوريين وقفوا في طريق الموضوع ده، قالوا احنا مش عايزين نعمل الكلام ده. وكل شويه ما يجي اي محاوله لتحديث الاي ار اس او يدي فلوس زياده لهيئه الضرائب يوقفوها ويقفوا ضدها بشكل غير عادي. طب انتوا متضايقين من الاي ار اس والضغط عليه كبير وهو ومش عايزين تديله فلوس عشان يحسن من ادائه، طب ايه الوضع؟ ليه بتعملوا كده؟ طيب انتوا عارفين الريببليكنز ناس بتوع بيزنس، دو وكبار البيزنس اللي في اصحاب الاعمال اللي في امريكا من المحافظين او الجمهوريين. فعلى الرغم من كده فعشان كده هم ضد الضرايب، لان احنا عارفين ان اصحاب الاعمال الكبيره جدا والناس الاغنياء جدا ما بيدفعوش الضرايب بتاعتهم. فحجه الجمهوريين طبعا مش هيقولوا كده، حجه الجمهوريين بقى بيقول لك ايه؟ بيقولوا يا جماعه احنا مش عايزين ندفع الضرائب، احنا مش عايزين نحدث الاي ار اس، لان انت معنى كلمه تحديث الاي ار اس ان انتوا هتعملوا مراجعات على الناس، تمسكوا بقى كل واحد وتعملوا بقى مراجعه للضرائب اللي بيقدمها. المراجعات دي بتاخد وقت طويل، بتعملوها عن طريق الافراد، ففرد بقى يمسك الورق ويقعد يفتحه، بتقعد شهور وساعات ممكن تاخد سنه كامله، مصالح الناس بتتعطل لغايه ما حضرتك تراجع ورانا. المراجعات دي ما بتجيبش نتائج كويسه، فالفلوس ملهاش لازمه. ده كلام الجمهوريين. إدارة بايدن بتقول إحنا مش عايزين نعمل أي مراجعات زيادة، إحنا مش طالبين من الـ IRS إنهم يراجعوا على الناس، لأن المراجعات اللي عملوها دي ما جابتش أكتر من 0.5% من دخل الـ IRS، من دخل الضرائب، ما بتصلحش حاجة. من 20-40% من المراجعات اللي بتحصل ما بتغيرش أي حاجة، بيكتشفوا إن الناس ما فيش أي مشاكل عندهم وبيمشوا. فـ 40% من الناس ما عندهمش مشاكل، والـ 60% التانيين اللي عندهم مشاكل بيبقى الفلوس اللي بتدخل من بعد المراجعات الكتيرة والوقت الكتير ده بيدخل لهم مبالغ ما تزيدش عن 0.5% من دخل الاي ار اس كله، فلا شيء يذكر. فإدارة بايدن بيقول احنا مش عايزين نحدث الضرائب ان انت عشان تعمل مراجعات، احنا عايزين نحدث التكنولوجي بتاعتها، يحطوا برامج اكتر قدرة على انها تطلع الشيكات بتاعت الناس، تحسب الشيكات، تحسب الحسابات بتاعت الناس افضل، يقدروا يعرفوا بالظبط الدخل بتاع الناس ازاي وبيتهربوا من الضرائب ازاي. خدوا بالكم ان معظم الناس الاغنياء بتتهرب من الضرائب، في جاب بيسموها التاكس جاب، في هو كده في دفع الضرائب. 99% من الناس اللي بتاخد الدبليو 2 الناس دي بتدفع الضرائب بتاعتها كامله، 99% من الموظفين ومن العمال ومن الناس اللي بتشتغل في الشركات 99% منهم بيدفعوا الضرائب بتاعتهم كاملة، فيش الا 1% بس اللي ممكن بيتهرب شوية. أما الناس الأغنياء قليل جدا اللي بيدفع حتى 50% من الفلوس بتاعتهم، 50% من الفلوس قليل اللي بيدفعها، الفلوس اللي هم يعني الضرائب المفروض يدفعوها 50% من الضرائب المفروض يدفعوها ما بيدفعوهاش. ده غير بقى التهرب الضريبي، مش التهرب عن طريق حاجات غلط، لا، هما بيبقوا ماشيين قانون زي ما قلت لكم في فيديو قبل كده، هما بيستفوا اوراقهم كويس وبيجيبوا محاسبين وسي بي اي يستف لهم الورق تمام، فبيطلع ان هو المفروض يدفع مثلا 10 دولار او يطلع كمان خسران وهو عامل ملايين الملايين. يعني في جاب، في مأساة. فالدوله عشان تزود الانكم بتاعها بتعمل ايه؟ بترفع الضرايب. مش معقوله بقى
الناس اللي بتدفع الضرائب هي اللي بترفع عليها الضرائب، والناس اللي بتتهرب من الضرائب ما بتتأثرش، فده مش عدل. فهم عايزين انهم يزودوا التكنولوجي، يجيبوا موظفين اكتر، يزودوا قدرة الاي ار اس انها تعرف بالضبط مداخل ومصارف الناس عاملة ازاي. بالنسبة للموظفين الموضوع سهل جدا، الموضوع سهل جدا، لكن بالنسبة للناس الكبيرة الموضوع صعب. لغاية دلوقتي التهرب الضريبي في سنة 2019 بس كان 574 بليون دولار، المفروض كانت الناس تدفع 594 بليون ما دفعتهاش. بيقول لك لو مش المعدل ده زي ما هو كده في خلال 10 سنين هيبقى التهرب الضريبي يوصل ل 7 تريليون دولار. مبلغ رهيب، 7 تريليون دولار لو امريكا ما عملتش حاجه علشان الضرايب بتاعتها. ومش معقول يرفعوا الضرايب، لان الناس اصحاب الاعمال الصغيره والموظفين هم اللي بيدفعوا، هزود عليهم الضرايب كمان، يعني افترى بقى، افترى على الناس دي يعني. فلازم يبقى فيه تكنولوجيا عشان تقفل الجاب بقى. هيعرفوا الكلام ده ازاي؟ عايزين يشوفوا البنوك، الدخل اللي داخل جوه حسابات البنوك واللي بيخرج من حسابات البنوك، فعايزين يعملوا سيستم يشتغل مع البنك، اي حساب في البنك ابقى عارف اللي بيدخل قد ايه واللي بيخرج قد ايه. فدي واحده من ضمن الحاجات اللي هم عايزين يعملوها. اي فلوس خارجيه، انت عارف ان اصحاب الاعمال الكبيره دول بيشتغلوا بقى في العالم الخارجي في السوق العالميه، فعايزين برضو انهم يقدروا يعرفوا برضو عن طريق البنوك العالميه وكده، في سيستم يتعمل يتربط ان الناس دي بتجي لها دخل قد ايه وبيطلع فلوس من امريكا قد ايه للاسواق العالميه. فدي برضو وسيله من وسائل انهم يضيقوا الموضوع عليه. كمان الصادرات والواردات، الاعمال، يعني عايزين يقدروا انهم يعرفوا من المصدر الفلوس دي بتتعمل ازاي، بتيجي ازاي وبتتصرف ازاي. فالمعلومات دي كل ما يقدروا انهم يحصلوا عليها بشكل اكبر، كل ما يقدروا انهم يقفلوا الهوة بتاعت الضرائب دي، وان كل الناس تدفع الضرائب اللي بتستحقها. المفروض ان كل شويه الضرايب تيجي تحسن من وضعها، يقللوا الفلوس عليها، يعملوا بادجت كاتس، فاضطر الضرايب انها تمشي موظفين او تجيب موظفين تمبوري بس وبعدين تقول لهم امشوا. خدوا بالكم ان كمان بعد الموضوع بتاع الضرايب وحسابات الضرايب بيتعقد سنه ورا سنه، موضوع الناس اللي بتحط فلوسها في الستوك ماركت والاسواق اللي بدات تتفتح والناس اللي تقدر تشتغل من بيوتها. دلوقتي ناس كتير جدا موظفين وبيشتغلوا من بيوتهم، بيتوظف في شركه وعنده شركه خاصه بتاعته، حاجات زي اليوتيوب والفيسبوك والكلام ده كله بقى يدخل عوائد للناس. طب ما هو كل الكلام ده يا جماعه خلى موضوع حسابات الضرايب يتعقد جدا، فالضرايب محتاجه انها التكنولوجيا بتاعتها تتحسن. ده غير كمان ان موضوع الكوفيد 19 بقى وشيكات تحفيز وعوائد ضرايب وقوانين بتتغير، طب المواضيع اتكلكعت، مش عارفين يعملوا ايه ولا ايه. فالضرايب فعلا مكبلين مش قادرين يعملوا حاجه، والبادجت كاتس اللي كل شويه يقللوا من البادجت اللي دخل للضرايب طبعا خلت الامور اسوا بكتير. فهم عايزين انهم يحدثوا البيانات بتاعتهم، يحدثوا السوفت وير اللي هم بيستعملوه، يقدروا يعملوا بارتنرشيب مع منظمات اخرى زي البنوك وزي شركات اقراض وزي شركات استيراد وتصدير وزي المواني اللي بيدخل منها البضائع. عايزين يقدروا انهم يقفلوا السيستم تمام، بحيث ان كل حاجه داخله وخارجه يقدروا انهم يبقى في مراجعه في حسابات، ما يبقاش بس الشخص هو اللي بيقول والله يا جماعه انا كسبت كذا وخسرت كذا. فالمفروض ان الكونجرس دلوقتي بيراجع موضوع الخطه اللي وضعها بايدن، الجمهوريين ضد الكلام ده، الديمقراطيين بيسعوا للكلام ده وبيقولوا ان احنا لازم نحدث الضرايب علشان خاطر التاكس جاب دي تقل. الموضوع ده هتسمعوا عنه كتير الفتره الجايه، فلازم احنا كلنا مهتمين بيه. ما انت ما تدفعنيش انا بقى ضرايب وتطلع عيني، وبعدين في الاخر واحد غني يتهرب من الضرايب وعايز تزود عليا انا، يعني افترى افترى. لا مش كده يا ناس. فالمهم ده دلوقتي الامر اللي بيتكلموا عليه، حبيت ان انت تبقى عارف عنه علشان يبقى ليك صوت،
مش بنتضرب على قفانا يا جماعه، لا مش كده يعني. المهم دي كان الاخبار. لو كان الفيديو بتاعي اداكم خبر جديد، علمكم حاجه جديده، عرفتوا عن حاجه عشان تبقوا عايشين في امريكا فاهمين ايه اللي بيحصل، يا ريت تعملوا سبسكريبشن في القناه. القناه محتاجاكم زي ما انتم محتاجين المعلومات، انا فعلا محتاجه ادعمكم عشان القناه تكبر، واحس بقى ان انا يعني انا ببذل وقت كبير جدا، والله وقت كبير جدا علشان اجمع المعلومات واستفها واحطها بطريقه سهله، واكنها اكني بحكي لكم حدوته، فالموضوع ده بياخد مني مجهود. ف لما بلاقي بقى ان مفيش عائد بحس يعني ان ايه يعني العظيمه بتخور. فارجوكم ساعدوني بان انتوا تعملوا سبسكريبشن في القناه وتنشروا الفيديوهات علشان تساعد كل الناس. كان معاكم رانيا سلطان ودي حكايات من الولايات.